ناشدت سوريا المجتمع الدولي مد يد العون لها لدعمها بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد موقعا مئات القتلى وألاف المصابين. كانت هذه المشاهد المؤلمة من سوريا أربيل لم تكن بعيدة أيضا عن هذه الكارثة. شعر أيضا سكان مدينة أربيل وجهوك في إقليم كردستان العراق وقبرص والأردن ولبنان ومصر وجورجيا وأرمينيا، شعروا أيضا بارتدادات الزلزالين اللذين ضربا الولايتين التركيتين، وشعر سكان أربيل ودهوك أيضا بالزلزالين اللذين ضربا جنوب تركيا وشمال سوريا، حيث اهتزت مباني المحافظتين لنحو 40 ثانية. أظهرت أيضا لقطات نزول سكان عدد من المباني ذات الارتفاع الشاهق في أربيل إلى الشوارع. أيضا كان هناك تحذيرات من الهزات الارتدادية التي تلت الزلزالين اللذين ضربا جنوبية تركيا فجر اليوم.